أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عدداً جديداً من مجلته الدولية أفاق اقتصادية معاصرة لاستعراض أبرز المؤشرات المحلية والدولية. وتضمن العدد مجموعة متنوعة من المقالات والتحليلات التي تغطي مختلف الموضوعات الخاصة بالمنصات الرقمية، فضلاً عن المؤشرات والخبرات المتميزة على المستويين المحلي والدولي والتوقعات المستقبلية. شهد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا وسفيرة رومانيا بالقاهرة أوليفيا تودريان توقيع مذكرة تفاهم بين شركة تاون غاز وشركة سي إي إس غاز، والتي تعتبر إحدى كبريات الشركات العاملة في مجال الغاز الطبيعي برومانيا، وذلك بهدف دعم التعاون المشترك تبادل الخبرات في مجال تنفيذ شبكات الغاز الطبيعي وتصنيع المهمات الخاصة بذلك النشاط والاستفادة من الخبرات لدى الشركتين داخل مصر ورومانيا. وقع مذكرة تفاهم كل من رئيس شركة تاون غاز محمد فتحي ومدير عام شركة سي إي إس غاز الرومانية هوراتيو كالوغار، وبموجب المذكرة سيتم إسناد أعمال توصيل شبكة الغاز الطبيعي بدولة رومانيا إلى شركة تاون غاز لما تمتلكه من خبرات كبيرة في هذا المجال، بالإضافة إلى تصنيع وتجميع محطات تخفيض الضغط داخل مصر باستخدام المكونات الرومانية والتي تصل إلى 60% من المنتج النهائي، على أن تستكمل النسبة المتبقية بأيدي العمالة الفنية المصرية داخل الورش الخاصة بشركة تاون غاز. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات والتوترات السياسية في بعض الدول وتوترات الإمداد عبر البحر الأحمر، وأيضا انخفاض صادرات روسيا من النفط. وزادت العقود الأجل الخام برنت بنسبة 1.2% ليصل إلى 78 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الأجل الخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.1% لتصل إلى 72.29 دولار للبرميل. هذا وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.1% لتصل إلى 3.2 دولار للتر. هذا وارتفعت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.9% لتسجل 2.69 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكد صندوق النقد الدولي أن انخفاض إنتاج النفط في العراق بعد إغلاق خط الأنابيب بينه وبين تركيا وتخفيضات تحالف أوبك بلس للإنتاج ستقلل من نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق في عامي 2023 و2024. وأضاف صندوق أن التوسع المالي الكبير للعراق في قانون الموازنة لثلاث سنوات يشكل مخاطرة كبيرة على الاستدامة المالية والخارجية على المدى المتوسط. قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إن روسيا مستعدة لزيادة إمدادات المنتجات الزراعية إلى الصين، وكانت الحكومة الروسية قد أكدت في وقت سابق أنه سيتم تعزيز التعاون الصيني الروسي في مجال الزراعة، موضحة أن منتجات الأعمال الزراعية تأتي في المركز الثاني من حيث أكبر الصادرات الروسية إلى الصين بعد الهيدروكربونات، حيث ارتفع حجم التوريدات الزراعية في الأشهر العشرة الأولى من عام 2023 بمقدار 63% لتصل إلى 6.2 مليار دولار. انتهت جولتنا الاقتصادية، وعودة من جديد إليكما أدا وريهام. شكرا شروق.